أنا الاسم ديالي علال بوتاجنقوت، ابن مدينة الخميسات. زدت في الضواحي ديال مدينة الخميسات بقبيلة أيت وحي، وانتقلت لمدينة الخميسات من أجل الدراسة، ومن بعد ذلك انتقلت إلى كذلك من ناحية الجامعية كذلك في المغرب من ناحية الدراسة، إلى حين ما أنني كنتمنى أنني نتبع الدراسة ديالي العليا بالخارج، وكان توفيق أنني نتوصل هنا بلجيكا وندير الدراسات ديالي العليا. الحمد لله كنت كنتمي لعائلة فقيرة والإمكانيات ما عنديش باش نقرأ على برا، فسبحان الله أن الله سبحانه وتعالى جاب واحد الإنسان في الطريق ديالي اللي كان الفضل ديالو باش أنا نجي نقرأ في الخارج، ألا وهو سعادة الدكتور محمد حدو الشقر اللي هو وزير سابق لعدد من الوزارات في المغرب بما فيها الداخلية، وكان له الفضل تحمل المسؤولية أنه يرسلني باش نقرأ في الخارج، لأنه عارف الوضعية ديالي بأن ما عنديش إمكانيات، لكن كنت جد متفوق في الدراسة ديالي. فالحمد لله لما تقدمت عنده خمشي من العائلة ديالي سبحان الله سبحان الله إلى حد الآن تبناني كأنني ابن مسكين، ساعدني حتى في الورق، هو اللي تسيبورتا باش يكون هو غارون ديالي، سنة لي حتى في الورق باش يكون غارون ديالي باش يعطوني الفيزا باش نقدر نقرأ على برا، لأن لو كان ما دارش معايا هاد الشيء ما كنتش على ما كنظن أنني غادي نوصل الخارج ولا غادي نقرأ هنا برا، ولا لأن كان له الفضل الله سبحانه وتعالى حطه في الطريق ديالي باش يسهل لي هذه الأمورية، وربي سبحانه وتعالى سهل هذه الأمورية وكان له الفضل. لكن تحملت مسؤولية ديالي من بعد ما وصلت بلجيكا، تحملت مسؤوليتي الشخصية لنفسي، وكنت نخدم بالليل كما جميع الطلبة اللي في الخارج، خدمنا في عدد من الأماكن باش يمكن لك تقرأ، إنما ما عندك شي مدخول اللي غادي يمكن لك تقرأ به في الخارج، وخاصة إلا ما عندكش العائلة أو ما عندكش شي واحد اللي فضروري اقتصادي تخرج تخدم، تنخدم بالليل بحال أيتها طالب، وبالنهار تمشي نقرأ، وفيها متاعب فيها مصاعب فيها بزاف ديال الإكراهات، لكن الحمد لله مادام أن هناك فيه رضا الوالدين والإنسان عنده واحد طموح، هادو بجوجهم تيغلبوا على جميع المصاعب، خاصة من تتخلص وتتهلا في العائلة ديالك هما الأولين، يعني وكذلك تخلص جميع يعني الدراسة ديالك وكل شيء، كتقول الحمد لله، يعني انت باقي كتقرأ الله كتكافى مع الأمور ديالك مع العائلة الحمد لله، هذا كان فضل الله. الدكتورة ديالي كانت مبنية على جوج ديال الحوايج، أولا في التخرج كان عندنا جوج ديال الدكتورات ماشي دكتورة واحدة، الدكتورة الأولى كتسمى الدكتورة الأساسية اللي هي الألزايمر، وفي الدكتورة الثانية اللي هي كتسمى الدكتورة الملحقة ديالها اللي هي الدكتورة الثانية واللي هي كانت على مرض الباركنسون. هاد جوج ديال الأطروحات قدمتهم في يوم واحد، كان في 29 في شهر 5 29 في شهر 6 بالضبط 2005، وتوفقت فيهم في نفس اليوم، وكان هذا شيء مهم أنك تنجح بهاد الميزة، أنك تقدم جوج ديال الأطروحات في يوم واحد، كتقدم الأطروحة الأولى أمام الحكام، ثم كتأخذ 21 دقيقة ديال راحة، ثم كتجي كتقدم الدكتورة الثانية، وفي الأخير تيديروا الاجتماع تيخرجوا بخلاصة ديال هل أنت مؤهل تاخذ الدكتورة ديالك ولا لا. الحمد لله توفقت فيهم بامتياز، الحمد لله خديت الدكتورة ديالي، وفي نفس الوقت بعد أسبوع جاني جوج ديال العروض. العرض الأول هو أنني نمشي لدول سكندينافيا من أجل مشروع كبير اللي كانت مكيني عندهم لمدة 10 سنوات، وكان كذلك الطلب الثاني من أمريكا، فاخترت أنني نمشي لأمريكا نظرا لأن دائما كما تتعرفوا أي واحد تيشوف البلد اللي فيه اللي هو بلد الحلم اللي يمكن لك تحققه، البلد نتاع اللي يمكن لك تحقق فيه الحلم، يمكن لك تحقق فيه الحلم. أمريكا شيء بالنسبة لي ما تنعرفهاش كدولة، ما عمري زرتها ما عمري شفتها، كنت نعرف عليها غير من ناحية الويب وداكشي، لكن الحمد لله توفقت ومشيت لأمريكا. وصلت في أمريكا في 4 يوليوز 2005، يعني أسبوع من بعد ما تخرجت التحقت في أمريكا، وهذا كان جميل أنك تمشي لأمريكا في واحد الوقت وجيز من بعد التخرج. فبديت نشتغل معهم في ظرف سنتين، تعينت كأستاذ مساعد بكلية الطب
في المستشفى الجامعي بنيويورك. وهذا كان من المفاجآت الكبيرة، لأن باش تكون أستاذ جامعي باش توليت أستاذ مساعد عندهم في لمدة سنتين ماشي من السهل باش تاخدها، وخاصة المستشفى الجامعي ديال نيويورك عنده سمعة عالمية كبيرة من بين العشر الأوائل ديال أمريكا، وباش أنك تولي في هذا المستوى هذا خصك على الأقل تخدم 7 سنين عاد يمكن لك تاخد هاد الجراد هذا. لكن في ظرف سنتين الحمد لله توفقت خديت هذا، وكان جاء مجموعة ديال الأبحاث اللي كنا تنشتغلوا عليها بالضبط أنا ذاك كان على مرض ديال الألزايمر اللي هو مرض نسيان اللي هو معروف بمرض شيخوخة عند الناس.